خمس دقايق لازم تكون واقف قدام جهاز الانذار في المطبعه. نبيل روح شوف طارق وشيرين جاهزين بالورق ولا لسه. حاضر. ولا اتحرك اي حاجه لحد ما نيجي. لا ما تقلقش مش هنتاخر يا غالي. اوبا شوف الاسعاف يا ابني. توفيق صلي بينا على النبي. عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة. عليه الصلاة والسلام. واحد الله لا إله إلا الله. توفيق شايف إيه عندك أنت بقى؟ إيه هو اللي شايف إيه؟ هو مش باين عندك ولا إيه؟ أنت مع توفيق أنت معايا؟ استنى يا أبو السيد أنا معاك. استنى دلوقتي أنا قدامي سلكتين، واحدة خضراء وواحدة حمراء، أنهي فيهم؟ اخلص بقى يا عمنا. على فكرة لو قطع السلك الغلط المديريه كلها هترن وهنتفقس كلنا، فتخرس خالص دلوقتي. ايوه يا توفي بس. بلا توفي بلا البان. البان ايه وتوفي ايه؟ انتوا بتحذروا؟ انهي سلك؟ ها يا توفيق انهي سلك؟ الاحمر. غالبا بيبقى خدعه. لا مؤاخذه سيد. اتوكل على الله في الاخضر. بص يا برنس.
سدوا دنكم سدوا دنكم. طز ايه؟ قشطه. ستيوبد. هاي ماشي. علي بره بعربيه الاسعاف. يلا. أنا كويس. لسه أول ما بقول لك تقول لك. يا بص انا وصلت الكمبيوتر المطبعه ومش فاضل غير ان انا افك الباسورد عشان نسحب التصميم. ومستني ايه يا زكي؟ ما تفكه. ايوه بس في حاجه مهمه جدا في الاول. ايه؟ انت الوحيد يا بص اللي ما كتبليش اي حاجه على الجبس. وانا سبق وطلبت منك الموضوع ده اكتر من مره. وانا مش هعمل اي حاجه غير لما تويش مي سامسونج الاول على الجبس. اوعدك بعد ما تفك الجبس حوش يوب مط وقرن غزال على رجلك. فكه. الجبس؟ الباسورد يا حيوان. اعتبرها اتفكت يا بص. خلصنا من ابو طويله الاهبل ده. اعتبره خلص سعادتك. سيب الباب مفتوح يا دكتور، سيبه مفتوح. انا ظبطت جهاز الانذار، خمس دقايق بالظبط وهيشتغل. يا دوب عمليه سرقه فاشله. يلا بينا. هتروحوا الهنجر اللي في المنطقة الصناعية.
هتلاقوا هناك عربيتين، انت هتركبي العربية الحمراء وهتنقلي فيها كل الورق، وما تنسيش طبعا الفايل اللي فيه تصميم الفلوس. بعد ما تنقلي كل حاجة تركب العربية الحمراء دي لوحدك. لازم يركبوا العربية السودة لوحدهم عشان تبقى اخرتهم سودة زي سودة زي وشه. هو حضرتك ناوي على ايه بالظبط؟ لو اخلص عليهم واخلص عليهم. مالك؟ مفيش يا سيد. طب يلا عشان هنتحرك. يلا يلا. تقطعوا فيا قوي توحشوني. ايه يا ولادي المفكوكه؟ في العربيات انا اللي فيها الورق، خمس دقايق الورق كله اتنقل. لعبوها اولاد الصرمه، لعبوها حلوة قوي قوي. مالها في دماغ البنت وخدوها معاهم، خدوها. يعني ايه سعادتك؟ الفلوس بخ راحت؟ ما بخش يا بلبل. الفلوس الحلال ما تبخش ابدا، ما تروحش. ولا ايه يا كود؟ بقول لك ايه، بص انا ماليش دعوه، لو انت هتصاهين انا عايز حق. حقك هيوصلك لغايه عندك، وده وعد شرف. لغايه عندي ليه وانا عاجز؟ انا هروح اجيب حقي بنفسي. اكسكيوز مي، بس اقف مكانك يا روح امك. روح امي؟ ايه يا بص الغلط ده؟ ده انا وانت في مركب واحده. مركب واحده؟ مركب مين يا ابو مركب؟ انت مش هتتنقل من هنا الا لما نعرف مكانهم. الله الله، انت مخونني يا بص. هو اعمل لك ازاي؟ حط نفسك مكاني يا اخي، أأمن لك على اساس ايه؟ ما انت زيك زيهم. يا بص ده انا وانت لابسين نفس الخازوق، قصدي انا وسيادتك يعني. سيادتك ليه؟ سيادتك ليه بعد الخازوق؟ ما احنا نشيل التكليف احسن، انا اقول لك يا استاذ كود وانت تقول لي يا مقطف. اوكي فاين، انا ما عنديش مشاكل اللي تشوفه. اقعد. بتعمل ايه؟ متعود اغسل ايدي قبل الاكل. جوعت يا سيد. طب في ايه؟ ورانا شغل كتير، روح المطبخ شوف اي حاجه تصبر بيها. ايه بقى دي؟ ايه دي؟ شبعت انا كده. طب في، انا مش فايقلك. انه بادي الاكل عليا، خلوا بس الحلوه تدور وتطلع فلوس وانا هعمل لكم المطبخ. ده انتوا اغلى الغوالي يا غاليين. كل اللي انا فيه ده حلمت بيه، بس عمري ما تخيلت انه ممكن يحصل. مالك؟ خايفة. عن جابر؟ انت ما تعرفوش، مش هيسيبنا. مش هيلاقينا، هنسافر. نسافر؟ وانا صغير شفت فيلم، شفت فيه بلد حلوة قوي، ميتها صافية وعلى شطها نخل، نسوانها بترقص. هوديها لك، هتجوزك هناك. نتجوز؟ هنتجوز وهجيب له التوفيق الهبل ده، نخبط على بابك ونطلب ايدك.
موافقه ولا ايه؟ خلص يلا. فلوس سيد سيد يا غدا انت في ايه؟ طلع مش موجود. اشوف ايه ده يا اخي، وطي صوتك شويه. صباح الخير. صباح الخير. في ايه؟ بقول لك صلاح مش موجود يا عم. هو ده وقت الحب؟ بقول لك صلاح مش موجود والفلوس كمان مش موجوده. تمام تمام قوي. توفيق خلي بالك من شيرين. يلا عم. غالي النبي ما انت سابب يا غالي، كفايه عليا وجع ضميري طول الليل ولا رعشة رمش. قلت يا واد السقاط استنى كده اما الغالي يصحى ويتهنى بالفطور وش جيب صوتك على الصبح. احنا اغلى الغوالي في حي الزهور، الطريق الصحراوي، فيلا 15 مش تنظرينا. بالاذن. Thank you.